إذا بالنسبة المتساوية y تساوي ax زائد b y ax زائد b تسمى المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا. إذا المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا إذن A يسمى المعامل الموجه للمستقيم دلتا أو ميل المستقيم دلتا. إذن A هو العامل الموجه إذن العامل الموجه للمستقيم دلتا أو ميل المستقيم دلتا أو الميل إذن يسمى كذلك الميل. بالنسبة لب يسمى الأرتوب عند الأصل. بالنسبة لب يسمى الأرتوب عند الأصل. لب يسمى الأرتوب عند الأصل. بالنسبة لأ يسمى العامل الموجه أو الميل. إذن سنأخذ معادلة مختصرة. مثلا y تساوي 2x زائد 1. y تساوي 2x زائد 1. إذن هذه معادلة مختصرة لمستقيم دي مثلا أو دلتا. إذن بالنسبة لمعلم متعامل ممنظم إذن سأرسم هنا معلم متعامي ممنظم. إذن هنا إي وهنا جي. وهنا كذلك النقطة. نعم. إذن سأرسم هذا المستقيم. يعني 2x زائد 1. إذن الأرتوب عند الأصل هنا هو 1. الأرتوب عند الأصل هو 1. يعني b تساوي 1 و a تساوي 2. يعني ميل المستقيم y أو ميل المستقيم دلتا هو 2 والأرتوب عند الأصل هو 1. إذن سأخذ f لإثنان مثلا. f لإثنان تساوي 2 في 2 زائد 1 تساوي 4 زائد 1 تساوي 5. سأخذ كذلك f لواحد. f لواحد تساوي إذن 2 في 1 زائد 1 تساوي 2 زائد 1 تساوي لدينا f لاثنان. 2 هو x. لاحظوا معي 2 هو x. اذا f لاثنان تساوي 5. يعني اذا تساوي 5. اذا هنا 5. اذا الجراب هنا تساوي 5. ساقول هذه هكذا. يعني النقاط توجد هنا. لأن المعلم متعامي ومنظم. المعلم متعامي ومنظم. إذا دائما سأعمل على أو أشتغل على التعامل. دائما هنا يوجد التعامل. دائما أشتغل على التعامل. إذا على شكل متوازي أضلاع. إذن هنا 2 وهنا 5. إذن النقاط يوجد هنا. سأكتب A النقطة A.
إذن بالنسبة لإف لواحد تساوي ثلاثة، إذن إف لواحد، واحد هو هنا وثلاثة هنا، إذن دائما معلم متعامل ممنظم، إذن هنا التعامد وهنا كذلك التعامد، إذن النقطة توجد هنا. إف لواحد تساوي ثلاثة، إف لواحد تساوي ثلاثة، إذن هنا النقطة ب إذن بالنسبة للمستقيم دلتا إيكغيك تساوي اثنان إكس زائد واحد هو هكذا مستقيم دلتا، إذن هذا هو المستقيم دلتا إيكغيك تساوي اثنان إكس زائد واحد. إذن هنا أقول بأن هاته يعني هذا المستقيم فهو عبارة عن دالة، ليست دالة خطية وإنما دالة تآلفية، من إيه تساوي اثنان إكس زائد واحد هو دالة تآلفية وليست دالة خطية لأنها لا تمر من أصل المعلم. نعم. إذن بالنسبة للمثال الثاني من معادلة مستقيم، إذن المثال الثاني هو تحديد معادلة مختصرة للمستقيم المار من النقطتين يعني A و B، إذن لدينا النقطتين A و B، إذن تحديد معادلة مختصرة للمستقيم المار من النقطتين يعني A و B، الإحداثيات ديال A هما ناقص اثنان واحد، ثم الإحداثيات ديال B هما واحد اثنان. إذن تحديد معادلة مختصرة بالنسبة للنقطتين A و B، إحداثيات A هما ناقص اثنان واحد، ثم إحداثيات B هما واحد واثنين. إذن المستقيم هو دلتا، إذن سأرسم يعني المعلم المتعامد الممنظم، إذن لدينا إي ثم لدينا جي، إذن بالنسبة لأ لدينا ناقص اثنان واحد، إذن هنا صفر أو أو ويعني صفر، إذن ناقص واحد ثم ناقص اثنان، ناقص واحد ثم ناقص اثنان، ثم هنا كذلك واحد ثم هنا اثنان، هنا كذلك واحد ثم هنا اثنان. نعم. إذن بالنسبة لأ ناقص اثنان واحد، دونك ناقص اثنان ثم واحد، إذن هكذا، إذن أ توجد هنا، ثم كذلك ب، ب واحد اثنان، إذن واحد ثم اثنان.
إذن بي توجد هنا. إذن المستقيم ديلتا هو هكذا، أرسمه هكذا. إذن هذا هو المستقيم ديلتا. إذن المستقيم ديلتا لا يمر من أصل المعلم، إذن فهو عبارة عن دالة تآلفية. إذن دالة تآلفية، دالة تآلفية، إذن هو عبارة عن دالة تآلفية. إذن تكتب على هذا الشكل. إذن اف اكس، اف لي اكس تساوي ا اكس زائد بي. إذن ا اكس زائد بي. إذن لدي اف لاثنان، اف لاثنان، دونك هذا يسمى اكس، وهنا إيغريك، هنا كذلك اكس، ثم هنا إيغريك. إذن اف لي اكس يعني اف لي ناقص اثنان يساوي واحد، إيغريك يساوي إيغريك يعني واحد، ثم اف لي واحد يساوي كذلك إيغريك الذي هو اثنان. إذن اف لي اكس واحد ناقص اف لإكس اثنان على إكس واحد ناقص إكس اثنان. إذا لدينا هنا اف لي إكس واحد وهو اف لي ناقص اثنان تساوي واحد. إذا اف لي ناقص اثنان ناقص اف لي واحد على إكس واحد ناقص إكس اثنان، يعني ناقص واحد. إذا هنا ناقص واحد أو ناقص اثنان، ناقص اثنان هو إكس واحد، ثم واحد هو إكس اثنان، يعني ناقص اثنان ناقص واحد. إذن تساوي اف لي ناقص اثنان تساوي واحد، واحد ثم اف لواحد تساوي اثنان، واحد ناقص اثنان على ناقص اثنان ناقص واحد. إذن هنا واحد ناقص اثنان، واحد ناقص اثنان، ثم في المقام ناقص اثنان ناقص واحد. إذن واحد ناقص اثنان، واحد ناقص اثنان، ناقص اثنان ناقص واحد، ناقص اثنان ناقص واحد تساوي، إذن واحد ناقص اثنان هو ناقص واحد، ثم هنا كذلك ناقص اثنان ناقص واحد هو ناقص ثلاثة، يعني واحد على ثلاثة. إذن أ العامل الموجه أو الميل هو واحد على ثلاثة. إذن قلنا بأن أ تساوي واحد على ثلاثة. ثم الدالة التآلفية تكتب على هذا الشكل، اف لي اكس تساوي ا اكس زائد بي. اذا لدينا ا هو واحد على ثلاثة، يعني واحد على ثلاثة اكس زائد بي. الان لنبحث عن بي، الارتوب عند الاصل. اذا الارتوب عند الاصل هو بي. اذا لدينا اف لي ناقص اثنان كما قلنا سابقا، اف لي ناقص اثنان تساوي واحد، اف لي ناقص اثنان تساوي واحد، يعني تساوي هنا، يعني اكس هو ناقص اثنان. اذا سنعوض اكس هنا، واحد على ثلاثة في ناقص اثنان زائد بي تساوي واحد. اذا لقد عوضنا اكس، اكس هو ناقص اثنان، دونك اكس هو ناقص اثنان، اكس هو ناقص اثنان. اذا عوضنا اكس هنا، ثم عوضنا ا التي هي واحد على ثلاثة. إذا واحد على ثلاثة في ناقص اثنان زائد بي تساوي واحد. إذن هنا اف لي ناقص اثنان تساوي واحد. إذا واحد على ثلاثة في ناقص اثنان زائد بي تساوي واحد، بمعنى أنه تساوي واحد على ثلاثة في ناقص اثنان هو ناقص اثنان على ثلاثة. إذا زائد بي تساوي واحد، يعني بي هنا تساوي واحد ناقص، إذن أو زائد اثنان على ثلاثة.
اثنان على ثلاثة تساوي، إذن ناقص اثنان على ثلاثة زائد ب تساوي واحد، يعني أن ب تساوي واحد زائد ناقص اثنان على ثلاثة يعني هنا زائد، إذن هنا سأوحد المقام، يعني ثلاثة على ثلاثة زائد اثنان على ثلاثة تساوي ثلاثة زائد اثنان على ثلاثة، إذن تساوي خمسة على ثلاثة، خمسة على ثلاثة، ثلاثة زائد اثنان على ثلاثة تساوي خمسة على ثلاثة، يعني ب هنا ب هو خمسة على ثلاثة. الآن سأعوضها هنا، إذن f لx تساوي واحد على ثلاثة x زائد خمسة على ثلاثة، الأرتوب عند الأصل هو ب الذي هو خمسة على ثلاثة، إذن هنا ب وهنا a x زائد ب، دونك a x زائد ب. إذن المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا هي إيكغيك أو إف لإكس تساوي واحد على ثلاثة إكس زائد خمسة على ثلاثة، أكتبها كذلك على هذا الشكل، إيكغيك تساوي واحد على ثلاثة إكس زائد خمسة على ثلاثة.